أحييكم في هذا اليوم السبت الموافق 15 من شهر أكتوبر من سنة 2011 وانطلاقات ميدان الشحانية تشهد تفاعلا كبيرا من المشاركين والمنطلقين هنا في سباقنا المحلي الثاني في مرحلته الأولى والانطلاقة والبداية هنا في الشوط الأول. هذا الشوط الذي دائما ما تتواجد فيه الأسماء التي أعلنت عن جاهزيتها لانطلاقة في موسم نتمناه موفقا للجميع. هنا نتواصل مع هذه الانطلاقة ومع هذه الشعارات المميزة التي اعتدنا على رؤيتها في عالم الأصالة وفي هذا العالم الجميل. نسير بحضراتكم مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء إلى المقدمة، والمقدمة تشهد منافسة قوية جدا من خلال هذه الانطلاقة وهذا التجمع السداسي على المقدمة وعلى المركز الأول. أشاهد من تتقدم الآن وتنطلق، هذه خبرة، خبرة تحتل المركز الأول وتندفع اندفاع ممتاز للسيد راشد بن عريج المري، هو من ينطلق مع خبرة في المركز الأول. النقلة على المركز الثاني، هذه ليبيا، ليبيا تحتل المركز الثاني للسيد صالح بن حمد القمرة، ويضمر ليبيا حمد بن محمد بن جهويل. أتواصل مع المركز الثالث وأنطلق مع من تحتل المركز الثالث، جبارة حمد بن عبيد بن خادم الخيلي هو من ينطلق في ثالث المراكز. المركز الرابع، المركز الرابع عبير، عبير تحتل المركز الرابع لعيسى بن مطر بن عيسى الخيلي. وفي المركز الخامس، المركز الخامس مشاهدينا الكرام، سلمى، سلمى تحتل المركز الخامس وتنطلق بشعار عقاب الرمال الشمري، هو من ينطلق مع سلمى في خامس المراكز. ها هي النتيجة وها هي المعطيات في الشوط الأول، الشوط القوي جدا والتنافس هناك ما بين خبرة وليبيا. ليبيا تتسلل الآن وتنطلق ليبيا مع صالح بن حمد القمرة، هذا الشعار المرموق وهذا الشعار المميز. إذن ليبيا، ليبيا هناك تندفع وتنطلق في المركز الأول مع صالح بن حمد القمرة ومع المضمر المتميز حمد بن محمد بن جهويل. إذن بن جهويل هناك يرافق ليبيا في التضمير، والشعار، الشعار المميز، الشعار الأصفر يعلن عن انطلاقته وحضوره المميز كعادته دائما، شعار ابو حمد صالح بن حمد القمرة. المركز الثاني، أتابع المركز الثاني وهنا عبير، الله يا عبير، عبير إذا في المركز الثاني بنفحات العبير، بنفحات الأصالة تنطلق في المركز الثاني للسيد عيسى بن مطر بن عيسى الخيلي. أتابع المركز الثالث، جبارة تحتل المركز الثالث مشاهدينا الكرام، حمد بن عبيد بن خادم الخيلي ضيفتنا وضيفة الميدان، نرحب بكل ضيوفنا الكرام. شعار الخيلي ينطلق في ثالث المراكز. المركز الرابع سلمى تتقدم، قبل قليل كانت في المركز الخامس وها هي تنطلق إلى رابع المراكز مع عقاب الرمال الشمري. أتابع المركز الخامس، أنطلق مع التماس حمد بن متعب المنخس، هو من يتواصل على خامس المراكز مع التماس. ها هي النتيجة إذا للمراكز الخمسة الأولى في ندائنا الثاني، ونسير مع مسافة الخمسة كيلومترات. ليبيا هناك، ليبيا تتقدم مشاهدينا الكرام، وهنا يأتي هذا الاسم كتضامنا مع الشعب الليبي، مع صالح بن حمد القمرة الذي أطلق هذا الاسم على هذه البكرة المتميزة التي تنطلق هناك في سن الجذاع، وبالتالي تبذل المستطاع لنيل شرف المركز الأول وشرف الناموس. كيلوين متر يا جماعة على خط النهاية، وهناك ليبيا تفرض حضورها والمتميز في المركز الأول. انطلقت وباعدت المسافة
بينها وبين بقية المتنافسين ليبيا وصالح بن حمد القمرة مع المقدمة ومع المركز الأول حمد بن محمد بن جهويل في المتابعة وفي التضمير. المركز الثاني جبارة لحمد بن عبيد بن خادم الخيلي ينطلق أبو عبيد مع جبارة في المركز الثاني. المركز الثالث سلمى تتقدم من مركز إلى آخر. هذه سلمى تشاهدونا للسيد حمد بن عقاب الرمال الشمري أو عقاب الرمال الشمري. وفي المركز الرابع يا سلام وصلت مرموقة في أول نداء. مرموقة إذا تبحث مشاهدينا الكرام عن المكان. المرموقة مرموقة العبيد بن نصيب السبوسي تنطلق في المركز الرابع. المركز الخامس التماس حمد بن متعب المنخس. ها هي النتيجة في ندائنا الثالث. ومن هذا المركز الخامس ننطلق مع المركز الأول ومع ليبيا. ليبيا إذا في الصدارة. ليبيا على المركز الأول 1200 على خط النهاية. وهناك المقدمة تسير مع صالح بن حمد القمرة. ولكن أشاهد الوصول من جبارة في المركز الثاني. حمد بن عبيد بن خادم الخيلي هو المتواصل مع جبارة في المركز الثاني والكيلومتر الأخير. الكيلو الذي سيحدد هوية الفائز بالمركز الأول. هذا الكيلو الذي دائما تصدر فيه الأوامر ويكون الأداء الجميل. جبارة إذا على المركز الثاني وليبيا على المركز الأول. سلمى على المركز الثالث. ويأتي أيضا عبيد بن نصيب السبوسي ليدفع بمرموقة إلى الانطلاق. تحركت إذا مرموقة في المركز الثالث وانطلقت جبارة في المركز الثاني. جبارة يا سلام يا جبارة. جبارة انطلقت الآن. حمد بن عبيد بن خادم الخيلي يصدر التعليمات بالانطلاق وبالتوجه السريع هناك إلى الناموس. وجبارة جبارة جبارة. هذه جبارة إذن تعلن مشاهدين الكرام عن جبروتها في هذا الشوط. تندفع الاندفاع الممتاز. جبارة لحمد بن عبيد بن خادم الخيلي. إذن الخيلي مشاهدين الكرام ينتزع بطاقة المركز الأول وبالتالي يتوج مع الناموس. يتوج مع المركز الأول في الشوط الأول الرئيسي. تهانينا إذن للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة على حصول جبارة وعلى فوز جبارة بالناموس وبالمركز الأول. تهانينا أيضا لحمد بن عبيد بن خادم الخيلي على فوز جبارة وانتزاعها للمكان المميز للمكانة المرموقة. تهانينا أيضا لحمد بن عبيد بن خادم الخيلي. المركز الثاني جاءت في مرموقة لعبيد بن نصيب السبوسي. المركز الثالث ليبيا لصالح بن حمد القمرة. المركز الرابع التماس فهد بن سيف أبو سعيد الخيارين. والمركز الخامس جاءت فيه سلمى لعقاب برمال الشمري. مشاهدينا ومتابعينا الكرام هكذا عشنا معكم لحظات التنافس في الشوط الأول الرئيسي لصباح هذا اليوم فيما يخص منافسات وتحديات الجداع الكار. التوقيت الزمني لحظة وصول جبارة إلى خط النهاية في مسافة الخمسة كيلومترات 8 دقائق 7 ثواني وسبعة أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد حمد بن عبيد بن خادم الخيلي على هذا الفوز. المركز الثاني كان من نصيب مرموقة وقطعت المسافة في 8 دقائق